ميعادنا دلوقتي مع الرياضة والكروسفيت والمعلومات عن الرياضة وعن الأكل وعن التغذية كمان مع كابتن علي خميس اللي بيجي لنا مخصوص من اسكندرية من أهل محرم بيه. يا أهلا. الحمد لله. ولك إيه؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. كويس؟ أه الحمد لله بقيت أحسن. الحمد لله يا رب دايما. إيه بقى الموضوع؟ عايزين نتكلم النهاردة هو الدايت حرمان ولا إيه؟ يعني هو الدايت دايما الناس مقتنعة إن الدايت حرمان يعني أنا مش هاكل أي حاجة عشان أخس. لا الموضوع مش كده خالص. يعني مثلا الناس اللي بتشتغل معايا على نظام غذائي بياكلوا براونيز. يعني انا ببقى عامل لهم براونز بياكلوها براونز اللي بيتخن وايس كريم والحاجات دي كلها عادي جدا. هي الفكره كلها في الاكل ان انا انظم ازاي يعني ابني ازاي اصلا نظام تغذيه ليا حتى لو مش مع مدرب. الفكره كلها ان انا بحرق في يومي او بحتاج في يومي عدد كالوريز معينه عشان اثبت على وزني. سعرات حراريه. سعرات حراريه تمام. الفكره كلها ان انا لو قليل الحركه فبحتاج 1.3 في 24 في وزن جسمي. 24 ده اللي هو ايه؟ 24 ده اللي هو عدد ساعات اليوم. لا قولها لنا تاني. 1.3 ده لو قليل الحركه، حد بيتحرك قليل جدا. 1.3 في 24 عدد ساعات اليوم في وزن جسمي لو 70 مثلا. فانا بحتاج في اليوم 2200 سعر حراري. لو انا عايز اخس اقلل من 500 ل 1000 من السعر الحراري دول. اقلل من 500 ل 1000 مش اكتر من كده عشان ما يحصلش خلل في الوظائف الحيويه. لو عايز ازيد وزن ازود عليهم من 500 ل 1000. لو عايز اثبت لوزني اثبت اكل السعرات الحراريه دي بس ال 2200. لو انا متوسط الحركه يعني ممكن انزل اتمرن يوم يوم لا كده هعمل ايه؟ هيبقى 1.4 في نفس الارقام 24 في وزن جسمي. اوكي. لو انا كثير الحركه يعني بتمرن وبشتغل وبنزل اخرج وبتمشى والحاجات دي كلها يبقى 1.5. الفكره كلها بقى ان انا ايه الانظمه الغذائيه؟ في انظمه غذائيه كتيره قوي موجودة في يعني الناس بتمشي عليها. في نظام المتقطع وفي نظام الفيجن وفي نظام الفيجن ده هو ياكل اللي هو ياكل ياكل خضار ويقلل والبروتين بتاعه بيبقى معظمه من الحاجات النباتية عشان ما بيقربش من اللحوم وكده. وفي نظام الكيتو ده يعني نظام مش احسن حاجة. انت شايف ايه؟ انا شايف ان احنا نتوسط. يعني الفكرة كلها ان هو يبقى لايف ستايل ما يبقاش اصلي. الفكره كلها انه ممكن تمشي شهر على نظام دايت وبعد كده ترجع اسوأ من الاول لان انت جعان جدا. انت خلاص انت بتحرم انت نفسك من كل حاجة. انا باكل كل حاجه. الفكره كلها ان انا اعتدل ده ادخل السعرات الحراريه اللي انا محتاجها والمكونات كلها. يعني ما احرمش نفسي من الكربوهيدرات ما النشويات، ما احرمش نفسي من البروتين اللي هو اللحمه والسمك والحاجات دي، ما احرمش نفسي من الدهون، الدهون الصحيه مهمه جدا. الفكره كلها ان الناس كلها مقتنعه ان الدايت يبقى حرمان. طب ما انت لو حرمان هتمشي شهر وهترجع تاني اسوأ من الاول. فالفكره بقى عايز اتكلم على بالذات يعني رباط المنزل عشان الموضوع ده هيبقى صعب عليهم ان هم يوزنوا ويحسبوا الحاجات دي. أيوة. مثلا غداهم. بحب الناس اللي تسهل علينا حاجه. سهل الحياه كده. بالنسبه لغداهم، الغدا مثلا هنقسم الطبق ده نصين. النص اللي فوق ده هيبقى سلطه. افرحوا لهم بس كده. هيبقى كده سلطه. اهو تمام. ده سلطه. تمام. النص اللي تحت هنقسمه نصين. ماشي. جزء البروتين اللي هو هيبقى لحوم واسماك اي نوع بروتين او فراخ اي نوع بروتين انت بتحبه بالظبط. بروتين. والجزء الثاني نشويات. عايز بقى رز، عايز مكرونه، عايز اي حاجه. وطبق قد ده؟ طبق قد ده. الفكره بقى ان هو يبقى طبق قد ده لان الناس بتكتب طبق. ما ده طبق الاكل. لا ما في ناس بطبق يبقى طبق هيجيبوا طبق قد كده. لا 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 زي ما هم عايزين. امسكوا لنا كده في حاجه هتكتبها تاني. لا لا امسكوا لنا كده بايديك بقى الاثنين كده اهو. ده السلطه نص الطبق سلطه والنص التحتاني ربع نصه نشويات والنص التاني بروتين والنص التاني اهو بروتين. خلاص. لو في يوم مثلا مفيش بروتين في البيت هسألك بقى سؤال. اتفضل. حط الطبق. نشرب ميه واحنا بناكل؟ عادي. جو بقى يشرب ميه وانت بتاكل هيطلع لك كرش، ده ملوش اي علاقه بالصحه. اوكي. الفكره بقى لو مثلا ما عندناش بروتين في البيت، النص ده اللي تحت ده كله يبقى كارب عادي، يبقى نشويات عادي، يبقى رز او طب مكرونه. انت بقى الطبق ده بتاع الظهر. بتاع الظهر، الصبح بقى. الناس بقى عايزه تاكل، فبيبقوا عايزين فلافل وعايزين فول، انا بتكلم بقى على اللي هو ايه يعني الناس الطبيعيه. الطبيعيه، مش بتكلم على حاجات تانية. لا ما احنا مالناش دعوه بيكوا انتوا. بالظبط. عايز فلافل، عايز فول، الحاجات دي كلها ممكن تاكلها عادي جدا. الفكره كلها اكلها ازاي؟ الناس بالنسبه لها العيش ان هو لازم اكل العيش الرغيف كامل. فلما بيجوا يعملوا دايت يعملوا ايه؟ ربع رغيف، نص رغيف. الاكل او البني ادم عقله بيبقى عايز زياده. فانت اضحك على عقلك. اضحك على عقلي ازاي؟
العيش عباره عن نصين يعني طبقتين، اقسم الطبقه لنصين. انت مش لازم تاكل الطبقتين على بعض، مش هيفرق في الطعم، هو نفس الطعم. هقسم الطبقه لنصين تمام، واكل عادي وابقى اكلت نص رغيف من غير ما اثبت لنفسي ان انا اكلت نص رغيف، انا اكل رغيف بس انا ضحكت على نفسي، واحط فيها الحشو اللي انا عايزه، جبنه فول فلافل اي حشو. بالليل انا بتقول بالليل اي حد عايز يتواصل مع كابتن علي خميس ممكن تبعتوا له على الفيسبوك وعلى الانستجرام الموجودين على الشاشه. هو مقره طبعا في اسكندريه وعامل شغل عظيم في اسكندريه. انا عايز اتكلم على المكان في حاجه واحده بس، ان يعني دي حاجه مش موجوده في اسكندريه في اماكن اصلا. عندنا تمرين للناس الكبار السن فوق ال 40، عندنا الكلاس للناس دي فوق ال 40. دول كبار سن يعني فوق ال 40 انت بتغلطني صح؟ انت بتهزر. فوق ال 50 من 50 فوق ال 60 ايه ده جاي يغلط فينا ده؟ لا والله، بس هو الفكره ان مش كل الناس بيقول لك اللي فوق ال 40 مش كل الناس صحيه وبتحافظ على صحتها، فاهم قصدي؟ انت فوق كام؟ لا انا فوق ال 20 لسه. يا لهوي. فالفكره ان الناس فعلا لما بتكبر في السن مش كل الناس بتمارس رياضه وتنزل تمشي وكده، في ناس بالذات كمان لما بيبقى اوفر ويت فهو بيبقى خلاص بيبقى مش قادر اصلا يتحرك على مفاصله بسبب وزنه. فلا في تمرين لده وفي نظام غذائي لده، فدي حاجه مش موجوده يعني، موجوده في اسكندريه بكتير، الناس ما بتهتمش بده حتى الناس يعني. مش عارف ايه سر شطاره اهل اسكندريه، انا نص سكان الشارع عندي بقوا اسكندرانيه، كابتن علي خميس، كابتن باسم عصام، استاذه مي صقر يوجا، حاتم قناوي، يعني ايه ده مين كمان؟ مدام امال جلال. الحمد لله. كل دولت ودولت سكان يعني اساسيين في الشارع كلهم اسكندرانيه. في حد تاني اسكندراني؟ مش عارف. الحمد لله دي حاجة حلوة جدا. فرحان يا اخويا بنفسك. طبعا اسكندرية. فالفكرة كلها ان بالليل مثلا لو توست نقسمه نصين، التوست الاسمر، هو على فكرة عشان دي معلومة عند الناس فاهماها غلط، ان التوست الابيض ما ينفعش اكله في الدايت والتوست الاسمر لازم اكله. الفكرة كلها ان التوست الابيض هو هو نفس التوست الاسمر في السعرات الحرارية، الفكرة كلها ان التوست الاسمر بيشبع بس. فعشان كده معظم الناس في الدايت بتاخد التوست الاسمر، بس عادي ممكن تاكل التوست الابيض لو بتحبه. هقسم التوست ده لنصين بس، واحط فيه مثلا بيض، احط فيه جبنه، احط فيه اي حاجه، ممكن اخد زبديه تمام. الفكره بقى ان انا ما احرمش نفسي. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تاكل خمس وجبات وانت عامل دايت. ايه الخمس وجبات؟ فطار، وده مهم جدا طبعا عشان انت بتبقى نايم، فلازم لما تصحى تاكل حاجه عشان الحرق، عشان الناس فاكره ان انا افضل ما اكلش فهحرق اكتر، لا لازم اول ما اصحى افطر تمام. بعد كده بساعتين ثلاثه تاخد السناكس بتاعك، السناكس ده اللي هو مثلا تفاحيه، موزايه، شويه مكسرات، في حاجات كتير قوي يعني. المهم بعد كده الغدا، بعد كده سناكس تاني، بعد كده العشاء. اوكي. الناس بقى فاكره في الدايت انا باكل وجبه واحده. لا طبعا. خمسه بالظبط. انت بتاكل ايه؟ انا باكل كل حاجه حرفيا يعني. انا لسه اكل بيتزا من شويه بس. ده اليوم الفري عشان كويس ان احنا يعني جبنا سيره اليوم الفري. اليوم الفري ده مهم جدا 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 للحرق بتاعك. ليه بقى؟ لان اليوم الفري ده الناس مفكره ان انا لو ما خدتش يوم فري انا كده حافظ على الدايت بتاعي. لا، انت عشان تحافظ على الدايت بتاعك لازم تاخد يوم فري. اليوم الفري ده ساعات بيبقى وجبه وساعات بيبقى يوم على حسب انت نظامك. فلو وجبه انت محتاجها ليه؟ محتاجها عشان انت طول الاسبوع مجوع نفسك. مجوع نفسك من ايه؟ من الحاجات الحلوه. بالظبط. فالحاجات الحلوه دي في لما انت بتجوع نفسك في حاجتين بيبوظوا، اللي هو هرمون الشبع وهرمون الجوع. هرمون الشبع وهرمون الجوع لما بيزيد هرمون الشبع بيقل، قصدي هرمون الشبع من الدايت ده بيأثر عليك جدا في الوظائف الحيويه. تمام. فانت لازم تاكل وجبه فري بس. فالوجبه الفري دي بتساعد على الحرق مش بتقلل الحرق. او مش بتخليك تتخن. لا، هو الحلو اللي انت قلته بقى في بدايه كلامك ان احنا نخلي ده اسلوب حياتنا، مش فتره مؤقته. بالظبط. وده سهل قوي. انت بالظبط، حتى لما نيجي ناكل مش لازم ناكل بالمعلقه يعني. الناس دي او حتى لو تلاحظ الاماكن الهيلسي لما تيجي تبعت لك اكل بتبعت لك شوكه مش بتبعت لك معلقه. ليه؟ لان انت في المعلقه لو طبق مثلا رز هتاكله في 3 4 هو مش المفروض ناكل بالمعلقه. هتاكل 3 4 بالظبط. هو مبدئيا لا، هو بعيدا عن ده مبدئيا المعلقه دي للشوربه فقط. بالظبط. بس هو انا بتكلم على يعني في مش ناس كتير بتعمل كده. لا، ما هو فنعمل ايه؟ المفروض الشوكه فعلا تبقى نظام حياتنا لان هي فعلا بتقلل، بتخليك تاكل كتير. امينة شلبايه هتحبك قوي كده. الحمد لله. حبيبتنا. يعني الشوكه دي المفروض ناكل بيها الرز، المكرونه، السلطه، كل حاجه. المعلقه فقط للشوربه فقط لا غير.
طب انت ناوي نعمل تمرين؟ انا هشتغل على البطن بس يعني اقول معلومه. عندك كرش؟ اقول معلومه، انك تتمرن على جزء مش ده اللي هيخليك هتخس، الاكل هو اللي هيخليها تخس. تمام. تمارين بطن بالظبط. يلا شوف تمارين البطن مع كابتن علي خميس. اول حاجه هعملها حسبه بلانك. حسبه بلانك 30 ثانيه، بعد كده هنام على ظهري واعمل بطن، المس ورا والمس مشط رجلي قدام، هعمل 30 عد بعد كده. طب اعمل لنا ثلاثة بس. ثلاثة كل حاجة ثلاثة. واحد اثبت قدام، اثنين اطلع اجيب اخر مشط رجلي، ثلاثة بعد كده هقدر ارفع مشط رجلي من على الارض واعمل راشن تويست. تمام. اللي مش هيقدر ينزل عادي، بس المهم ان هو يتويست قوي وهو بيعمل حركة، ما يبقاش بيعمل كده، لا تويست قوي وانا بعمل حركه يعصر الجنب. بالظبط. اعمل 30 عده برضه، هعمل كده ثلاث مرات، ثلاث مجاميع بس. بس خلاص؟ بس خلاص. انت بتتكلم بجد؟ اه والله. ايه ده؟ ده سهل قوي. لا بس مش سهل خالص. ليه ايه؟ عشان ال 30 عده كتير. طب ليه 30 عده؟ عشان اشتغل عليها اكتر قدر اقدر عليه، لان هي تمرينه خفيفه بس هي الفكره تمرينه واحده، فالتمرينه واحده لازم اعمل فيها عدات معينه. وده هنعمله كل قد ايه؟ يعملوا ممكن كل يوم. كل يوم؟ 30 عدة. 30 عدة، ما هيبقوا 90 عدة بقى، لأن أنت ثلاث مرات. صح. لا ده هيرهق. لا لا، وعادي ممكن يتعمل كل يوم، مش لازم تريح يوم أو حاجة، لا هو كل يوم ممكن أول قبل ما تنام أو في نص يومك أو أول ما تصحى عادي. أوكي. عايز تقول حاجة تانية؟ لا شكرا جدا. خلاص كده؟ لا والله. هتشرفنا وتنورنا قريب إن شاء الله تاني. بشكر كابتن علي خميس على وجوده معانا النهاردة، مدرب الكروسفيت. خلينا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع أستاذ إيهاب وكيم. خليكم على الأصبحت. I'm a bomb, shut up.